تعتبر مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساهمت في تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثر احتياجاً في مصر، وذلك من خلال المشروعات التي تقدمها المبادرة في شتى المجالات، سواء الصحية أو التعليمية أو مشروعات البنية التحتية. ففي الثاني من يناير من عام 2019 كانت ضربة البداية لمبادرة حياة كريمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في كل قرية مصرية، حيث أكد الرئيس الدخول على مراكز كاملة بالقرى وتوابعها لتوفير حياة كريمة، وتضافرت جهود الوزارات والهيئات والمجتمع المدني والشباب المتطوعين، وجرى العمل تحت مظلة واحدة. وفي عام 2021 حصدنا جزءاً مما تم إنجازه، حيث أن المرحلة الأولى استهدفت 375 قرية في 14 محافظة بإجمالي استثمارات بلغ 13 مليار ونصف المليار جنيه، وذلك بإجمالي 4.5 مليون مستفيد، حيث جرى تنفيذ 600 مشروع وجاري استكمال 1580 مشروعاً. أما المرحلة الثانية ستصل إلى 1500 قرية ب 52 مركزاً في 20 محافظة بمتوسط استثمارات يبلغ 150 مليار جنيه بإجمالي 18 مليون مستفيد. هاتفياً لمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير. أهلاً بك سيد مصطفى إلى هذه الجولة. أهلاً بك يا فندم، أهلاً وسهلاً بحضرتك. ونحن نتحدث عن هذه المبادرة التي نفذت منها جزء كبير ومراحل عديدة، بالنظر إلى ثمار المبادرة حتى الآن، ما المردود الاقتصادي والاجتماعي المتوقع عند الانتهاء تماماً من كل هذه المراحل؟ الأول خليني أحيي حضرتك طبعا في شرح مفصل لما تم إنجازه من أول لحظة البداية في عام 2019، والمشروع كان بيعمل على أو المبادرة الرئاسية بتعمل على تطوير وتنمية 375 قرية، نسبة الفقر فيهم كان بيزيد عن 70%، والحقيقة هي كانت من أولويات الدولة المصرية في إنقاذ هؤلاء الأسر اللي الفقر بيزيد عندهم أكثر من 70%. الحقيقة استفاد من المبادرة على مدار العامين الماضيين أكثر من 4.5 مليون مواطن في 14 محافظة، وكانت التكلفة زي ما حضرتك كان موجود في التقرير الآن تتجاوز 16.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 600 مشروع وكان تنفيذ أكثر من 1580 مشروع. لكن لما نيجي نتكلم على مشروعات رفع الكفاءة والصرف الصحي والبنية الأساسية ومشروعات الجهات الحكومية الموحدة، ده كله له أثر اقتصادي كبير جداً في تشغيل أكثر من 330 ألف مواطن مصري في هذه المشروعات حتى في المرحلة الحالية. المرحلة الحالية بنتكلم عن أكثر من 1500 قرية، بنتكلم على مشروعات من إنشاء كباري وطرق وشبكات تغذية للكهرباء، وأكثر من 1000 برج خاص بشبكات المحمول، تغذية الألياف الضوئية في المدارس والقرى بشكل كبير. لكل ده بتوفر فرص محلية، بتوفر مقاولين بيعملوا من داخل القرى والمراكز، المواد البناء والمستلزمات. خليني أقول لحضرتك كمان أن توجيهات السيد الرئيس أن يبدأ تشغيل المصانع المصرية في توفير كافة الاحتياج ده بما يزيد عن 200 مليار جنيه. لو نتكلم على المبادرة بشكل عام في أكثر من 5000 قرية و30 ألف عزبة ونجع وتوابع لهذه القرى بميزانية تتراوح أو تتعدى 700 مليار جنيه، فهي المشروع الأضخم من نوعه على مستوى العالم في توفير فرص العمل في خدمة المستفيدين أكثر من 58% من سكان مصر، يعني يتعدى 58 مليون مواطن. بنتكلم على 20 وزارة وهيئة بتعمل ليل نهار. طبعا المشروعات البنية الأساسية والتحتية بيتم تنفيذها من قبل الهيئة الهندسية والقوات المسلحة ووزارة الإسكان، مقسمة بينهم الـ 52 مركز الآن، إضافة إلى المشاركة المجتمعية للشباب، شباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة الحياة الكريمة في المتابعة اليومية واللحظية لكل المشروعات، وهم في تشكيل لجنة وزارية من دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤسسة حياة كريمة عضو رئيسي في اللجنة للحوار المجتمعي مع الأهالي بالتنسيق مع لجان وزارة التنمية المحلية والتضامن. فعاوز أقول لحضرتك في تضافر جهود ضخم جدا
حتى ان وفي هذه النقطة تحديدا، عند هذه النقطة استوقفك سيد مصطفى، وهي جهود كل هذه الهيئات والوزارات والمجتمع المدني والشباب المتطوع. في الحقيقة هذه نقطة لم تكن موجودة بهذه القوة في الماضي لدينا هنا في مصر. إلى أي مدى هذا التعاون يؤسس لأسلوب جديد من تنفيذ المشروعات القومية، تنفيذ أهداف مصرية مشتركة بشكل أكثر فعالية وأكثر سرعة؟ ده سؤال مهم جدا. كنا بنشتغل في العشرات السنين الماضية بجزر منعزلة تماما، كالجامعات الأهلية بتشتغل في مناحي مختلفة، الدولة بأجهزتها بتشتغل في تطوير وتنمية قرى الصعيد، القطاع الخاص بالمسؤولية المجتمعية بتاعته كان بيتعدى كل المشروعات اللي يمكن بتكون مخططة ليها الدولة أو الجامعات الأهلية، فكان الحقيقة في تفرق في هذه الأعمال والتنمية الحقيقية اللي بتحصل على أرض القرى المصرية. توحيد الجهود وتنسيق الجهود وتضافر وشحذ الهمم لهذه المبادرة من قبل السيد الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الأسبوعية بل اليومية من مساعدين لدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء بشخصهم والسادة المحافظين والأجهزة التنفيذية، النهارده بقينا في تسجيل أي عقبات للمجتمع المدني، بقى في خطة استراتيجية واضحة للدولة إن احنا في ثلاث بفترة زمنية موحدة في ثلاث سنوات بنهاية 2024 إن شاء الله هيكون في تطوير شامل بيحصل في القرى المصرية، وبالتالي كل خدمات الجامعات الأهلية اللي برضو في دعم من القطاع الخاص ليهم وفي ثقة متبادلة، قدرنا النهارده بنوحد جهودنا، كل المجتمع المدني بيشتغل مع وزارة التضامن الاجتماعي، بيشتغلوا مع باقي الوزارات، بيشتغلوا مع كل المؤسسات على الأرض والجامعات القاعدية، بقينا عارفين كل قرية محتاجة تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي بشكل محدد، في كود موحد للشغل بيحصل من اللجنة الوزارية بشكل دوري بيتم تحديث، حتى لو النهاردة أنا بتكلم مع أهالينا في الفيوم ولهم التراث بتاعهم الخاص بيهم وألوانهم وعاداتهم وتقاليدهم غير جنوب الصعيد في النوبة مثلا أسوان أو الأقصر أو هنا، غير لما نتكلم عن وجه بحري، فإذا حتى بنراعي شكل الألوان الخاصة ببيوتهم في مشروع سكن كريم، بقينا بنقدر نتكلم معاهم في متابعه والرقابه على كل المشروعات اللي هيتصرف عليها اكثر من 300 مليار جنيه للحفاظ عليها. انا عاوز احسسه ان الملكيه العامه هي ملكيتك ايضا، مش عشان الحاجه الدوله اللي بتعملها، فلا قدر الله زي ما حصل في بعض النماذج البسيطه في تبطين الترع والمصارف الناس بتبدا يحصل في اهمال فيها برمي بعض المخلفات في الترع والمصارف، بقينا نحسسه ونعمل لهم جلسات وعي وحوارات وعي كبيرة ان دي ملكية خاصة بكل مواطن فينا، دي فلوسنا، دي فلوس الدولة، هو من دافع الضرائب. ونقطة التوعية أيضا غاية في الأهمية في هذه المرحلة للحفاظ على الثمار التي تم التوصل إليها. طيب سيد مصطفى، بما أنك ذكرت أثناء حديثك تعبير العقبات، على الذكر العقبات، ما أبرز التحديات التي تقابل تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع؟ خليني اقول لحضرتك بمنتهى الامانه والصراحه، كان اكبر مشكله ما بين كل العاملين في المجال العمل العام او المجتمع المدني بالنسبه لنا احنا في الجامعات الاهليه وايضا في كل هذه المشروعات التنمويه، هي ثقه ما بين المواطن والدوله. النهارده حضرتك لما بننزل اي قريه فرحه المواطن وثقته في الدوله وعبورنا من اخطر مرحله حصلت لينا في العشرات السنوات اللي فاتت، ان كان عندنا ازمه كبيره جدا في الثقه، يعني عندنا ازمه كبيره جدا ان هندبر الموارد منين، وهنا الرئيس الحقيقه بالقرار التاريخي بتاع تطوير الريف المصري ومبادره حياه كريمه يعني ده حل ازمه كبيره جدا بين الدوله بخططها الاستثماريه بموازناتها، كل ده بقى بيتعمل له دورات اقتصاديه واضحه، ما عارفين احنا كم مقاول وكم عامل هيشتغلوا من كل قريه من كل مركز، ففي خلق لثقة كبيرة جدا. كنا أزمتنا الكبيرة في توفير الموارد المالية، كان أزمتنا الأكبر إن مفيش ثقة ما بين المواطن وبعض الأجهزة الحكومية. النهاردة أنا أقدر أقول يعني بقلب سليم إن إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا بين المواطنين وبين الدولة، لما شعروا بالمصداقية وبالشغل على الأرض، الرئيس كان بيطلع في مؤتمر بيعلن عن المبادرة، كنا تاني يوم بنلاقي الآلات والمعدات في الحفر وفي رسومات للصرف الصحي والقرى في كل الريف المصري في مصر. طيب سؤال أخير سيد مصطفى خاص بالأصداء
التي لمستموها من خلال متابعتكم لهذه المبادرة على المستوى الدولي؟ ده نقطة مهمة جدا الحقيقة. كان في إشادات كبيرة من منظمات دولية ومن الأمم المتحدة بأنها المبادرة الأهم في التاريخ المصري والعربي، ويمكن في على مستوى العالم هي الأضخم من نوعها. زي ما كنت بقول لحضرتك في بداية المداخلة، احنا يمكن بنتكلم في ميزانية تتعدى 700 مليار جنيه وخدمة 58 مليون مواطن مصري في الريف، وملايين من المشروعات والخدمات والمصانع والعدد والآلات بيتم تشغيلها. فالحقيقة كان الإشادات الدولية من منظمات في دول عظمى ودول أوروبية وكثير من المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالإشادة وإدراج مبادرة حياة كريمة من أضخم وأهم المبادرات الثانية والتنموية، ده كان بيشعر كل العاملين في المبادرة بالفخر وبالأمل الكبير في تحقيق كل أهداف المبادرة في الفترة القادمة. إذن أشكرك شكرا جزيلا سيد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، على هذه المداخلة.